دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة إلى توفير تمويل خاص لوزارة الصحة يمكن من جلب الوسائل اللوجستيكية واللوازم الطبية الكفيلة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد والمساعدة على علاج الحالات المصابة به على الصعيد الوطني. تقرير أم فرج. أمام ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا داخل المملكة، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحكومة بوضع استراتيجية شاملة وفعالة لمنع العدوى وإنقاذ أرواح المصابين بالفيروس. وتهم الاستراتيجية وفق الشبكة تخصيص غلاف مالي للوزارة بشكل يمكن من توفير الوسائل اللوجستيكية واللوازم الطبية الكفيلة بالوقاية من الفيروس. وسجلت الشبكة في بيان لها افتقار المستشفيات العمومية للحد الأدنى من المستلزمات الطبية المطلوبة خاصة على مستوى وسائل النظافة والوقاية، فضلا عن ضعف التأطير والتكوين القبلي للأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين المساعد على معرفة طرق التعاطي العلاجي والوقائي مع المصابين المحتملين أو المؤكدين. الشبكة أكدت أيضا أن مجموعة من المستشفيات تفتقر للموارد البشرية والمالية إضافة إلى الأدوية المضادة للفيروس، كما تفتقر لجناح خاص بالعزل الطبي، ما يتطلب وفق البيان تحرك الحكومة لتفعيل القوانين المعمول بها وتخصيص تعويضات لكل العاملين بالقطاع خاصة الأطر المكلفة بالحراسة الطبية والتمريضية والإدارية، فضلا عن العاملين الصحيين بالموانئ والمطارات والمستشفيات. هذا وشددت الشبكة على ضرورة العمل مع جميع الشركاء في القطاع الخاص من أطباء ومصحات ومختبرات معتمدة من أجل التوعية بالفيروس وبوسائل الوقاية منه.